في الثانوي آخر سنة اتفقوا أنهم يجيبون فطور يومي بشرط أنه الفطور ما يدرون عنه، يعني اللي تجيب فطور الثانية ما تفدي عن الفطور اللي جابته. حلوين؟ حلوين. المهم بدأوا يفطرون يستانسون ينبسطون، في واحدة فيها فراسة انتبهت لزميلة لها أنها ما تأكل معهم ولا تشرب، فراحت عندها سألتها قالت ليش أنت ما تأكل معنا؟ قالت والله الصراحة أنا ما أقدر أدفع ولا أجيب فطور معكم، وضعي المادي ما يسمح. قالت بنت الحلال تعالي كلي معنا، ترى الناس ما تدري أو زميلاتنا في الفصل ما يدروا لأنه الفطور مجهول. بعد إصرار وافقت، صارت تأكل معهم، انبسطوا واستانسوا وحبوا البنت هذه. في يوم من الأيام تغيبت البنت لوفاة أبوها. بعد ما رجعت البنت هذه عزوها ولاحظوا عليها تغير في الوضع المادي للأحسن، سألوها إيش كنتي وليش تغير وضعك المادي؟ بكت البنت قالت والله يا أبويا مو بخيل، لكن الناس كلها اللي حولنا يحسبون عندنا أب إنه إحنا أغنياء، والله إنه ندس خبزة الليل للصباح عشان يأكلون أخواني يروحون المدرسة، وأنا أجيكم بدري عشان أكل معكم. تبكي حرقة تقول يا ليت أبوي عايش ويشوف النعيم اللي إحنا فيه. أهل الخير بدوا يدرون عنا، أخوان أبوي صاروا يدرون عني، خوالي الجيران صاروا يدرون عنا إن أبونا متوفي، يوم صرنا أيتام الناس صارت تسأل عننا. يا جماعة الخير نستفيد من القصة هذه أنه من أراد أن يطال في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ترى مو شرط أنه الأب حي ولا عنده سيارة ويسوق يروح يجي أنهم أم أغنياء، ترى يمكن ثلاجتهم فاضية. نسأل، مو يوم يموت الأب نبدأ نبحث ونبدأ نسأل وينهم وين راح وين جو، لا نسأل. الأخوان يسألون، الأخوات يسألون. يقول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أول ما يسأل أخ عن أخوانه. ليه؟ لأنه الأخ دائما مهمل، الأخت دائما مهملة، فنسأل عن بعض، الجيران يسألون عن بعض. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويجعلنا مباركين أينما كنا ويجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. ننشر المقطع لعل الواحد يستفيد ويتفقد أحوال جيرانه، أو أخ يرجع لأخو، أو أهل يرجعون للأهل، أو خوات يرجعون للخوات، ما ندري، ممكن المقطع البسيط هذا يكون سبب في دخولنا لجنة عرضها السماوات والأرض. الله يحفظنا وإياكم.